ديال الجلابه، الثوب ديال الكريب، والتحتاني الثوب ديال الساتان. بالنسبه للارسال، الارسال راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. كما كتشوفوا في اللوين هذا، هذا البلون كاسيد، ودرنا ليه القفطان التحتاني. كما كتشوفوا هذا القفطان هذا بالثوب ديال ساتان حرير، ساتان دو سوا، مخدوم غير نص طوق، دايرين ليه الخدمه هذه بالضفره، مخدومه نص طوق. والجلابه الفوقانيه راه مخدومه بعين عقده بالضفره، والافتتاحات في الجناب كما كتشوفوا، افتتاحات دايرين القفطان حتى هو دايرين ليه افتتاح في الجناب. الا بغيت تلبسي هذا القفطان هذا بوحدو راه كتلبسيه بوحدو، الثوب ديالو راه حرير، الثوب ديالو حرير، الساتان حرير. بغيت تلبسي الجلابه الفوقانيه بوحدها راه كتلبسيها، بغيتي تلبسيهم بجوج يعني راه كتلبسيهم بجوج. يعني بحال مثلا وكلا كنتي غير في الدار كتلبسي هاد القفطان هذا بوحدو. قفطان راه الثوب ديالو ساتان ما كيبينش، وخفيف وبارد برد. الفوقاني راه مخدوم هذا بالمخ، هادي الخدمه ديال المخ زواق الماكينه، وداخل معاه حتى الطرز الرباطي. الكميمات حتى هما كما كتشوفوا مخدومين تما سميتو بالدريسات. بالنسبه للعبار، كما قلنا العبار راه تقريبا كيلبس 3 اكس ال، هذه كتلبس 3 اكس ال. عندنا في الكتاف 46، عندنا في الطول ديالكم 58، عندنا في الصدر 33، عندنا في لي هونش الحوض 35، وعندنا في الطول مترو 33. نعاود العبار ديالها، الكتاف 46، الطول ديالكم 58، الصدر 33، الحزام او الحوض 35، والطول مترو 33. الثمن ديالها كدير 900 درهم، يعني 90 فرانك، 90 اورو، 90 دولار، 900 درهم. يعني هذا هو الثمن ديال الجلابه دو بياس للارسال داخل وخارج المغرب، فيما كنتي كتوصلك حتى للدار. غندوزو لموديل واحد اخر.